السلام عليكم البنات، اهلا وسهلا ومرحبا بكم. كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا باحسن الاحوال. رجعت لكم بفيديو جديد، وهذا الفيديو حبيت نشارك معكم مشترياتي من ألبسة الشتاء ليا ولبناتي. يعني شريت لهم لباس تاع الشتاء، كل شيء سواء تاع خرجه ولا تاع دار ولا مهم مع الاسعار. البنات ما نطولش عليكم باه ما يجيكمش الفيديو طويل. قبل ما نبداو الفيديو ما تنساونيش فضلا وليس امرا بالاعجاب والاشتراك، تفعيل الجرس على الكل كي يصلكم كل جديد باذن الله السميع العليم. اهلا وسهلا ومرحبا بكم. اول شيء نبدا لكم البنات، شريت لهم شريت لبناتي هذا لباس مثل ما راكم تشوفوا. دائما نشري لهم البنات انا كيف كيف، يعني كي بناتي كي وليدي. شوفوا شريت لهم هذا لباس هام ليكم، هما البنات مثل ما راكم تشوفوا جايين كشغل تاع كوير هكا، جي معاهم هذه سبته تاعهم ولا سنتوره ولا جي لهنا هاي ليكم، ويجيو ما شاء الله البنات في اللبسه تاعهم دافيين ثاني هكا. شريت زوج لبناتي، هذه المهمه البنات الوحده ب 500 الف. وماذا بيا البنات، ماذا بيا ولا تقولوا لي الاسعار راها كيف كيف والا لا؟ لا ماذا بيا يعني تقولوا لي الاسعار راها كيما عندنا كيما عندكم والا لا؟ شوفوا منا جايك شغل من تحت مموجه هكذا الفيست. هذه هي البنات، المهم هذه شريت منها زوج، نعم هاكي ماما شريت منها زوج الوحده ب 500 الف. هاي ماما حطيها لي، نعم هذه دائما نحب البنات هكا فيها طبيعه. لما نشري لبناتي نشري لهم كيف كيف، نحب نعدل بيناتهم حتى لدرجه اني الالوان نحب نشري لهم كيف كيف. وما نكذبش عليكم البنات، في البدايه كنت نراعي هكذا الذوق تاع بناتي اكثر، بس احضرك لا لا تراعي الاكثريه لذوقي على خاطر هما مازالوا صغار ما يعرفوش. مليح انك انت هي اللي تنعتي لهم. شوفوا البنات ما شاء الله دافيين منا روعه. نعم ها هي البلد يعني تاع الاخر المنشأ يعني اللي تخدمت فيها. ما شاء الله البنات يعني دافيين الله يبارك. قلت لكم الوحده ب 500. هاي ماما حط لي يعني في زوج جاوني بشحال، جاوني في زوج بمليون. وزيد ثاني دوكا نروح لكم للسراول، شريت لهم هذا تاع وليدي. شوفوا البنات هذا شريت له ب 120 الف. وليدي الله يبارك عمره 5 سنين ما شاء الله. هاو ما شاء الله ثاني يعني الله يبارك، شريت له شويه كبير عليه مليحه البنات يلبسوا للسنه ان شاء الله ولا حب الله عز وجل والعام المقبل ان شاء الله يا ربي. هذا ب 120 وهذه تاع بناتي شريتهم لهم ب 220. هذا الموديل شغل بادي ليف ولا ام زادوا رجعوا، كانوا بكري لا مود تاعهم وزادوا رجعوا. شريت لهم ثاني كيف كيف كما قلت لكم بناتي لبس لهم كيف كيف، نحب نعدل بيناتهم الله يبارك مام في اللبسه. مهم البنات هذو ب 220 فيهم هذا ثاني هكا هاي ليكم، يعني نجيب لكم مام الاسعار يعني كل شيء. استنى ماما استنى، هاي هذو البناتي وهذا تاع خوتها ثاني كيف كيف يعني نفسه مش كولير برك. البنات الالوان شويه هذاك شويه هذا شويه فونسي والاخر كلير. هاوليكم هاوليكم البنات هذه واشنو هذه الباس تاع وليدي، يعني ما شاء الله تجي البنات. واش عجبتني عجبتني فيها انها تجي طويله. واحده عندها عام اللي فات والله شريناها له، بس شريناها له ذوك النوعيه البنات اللي يجيو شويه ما يجيوش طوال على ما كانش ظاهر ويبان، هو ولي طفل صغير ما يقدرش يهبطها ولا. شوفوا هذه البنات ب 200 الف، نعم ب 200 الف. هاي ليكم ثاني دافيه ما شاء الله عمري. الحاجه اللي استغربتها الكيتمان، شوفوا راسك فيها كيتمان يتباع. المهم البنات هاي ليكم، قلت لكم هذه البنات ب 200 الف. لان نعطيكم فكره فقط للاسعار، وشوفوا نتوما الاسعار. شوفوا شريتها والله يبارك كيما نقولوا تلبس السنه ان شاء الله والعام الجاي. حطي ماما ثم نحب نلبس لهم كي نشري لهم حاجه نلبسها لهم كيما نقولوا حاجه الله يبارك يلبسوها السنه والعام المقبل. دوكا نروح لكم الاحذيه هام ليكم. جيت راح نشري بصراحه لبناتي كيف كيف ما لقيتش الله يبارك. بنتي الكبيره الله يبارك ما شاء الله رجلها كبرت، عاد ما تلبسليش مع الاولاد الصغار يعني ما شاء الله على بنيتي وعلى بنياتكم ربي يحفظهم ان شاء الله. هذا بشحال عليا نسيتو، نسيت السومه نتاعو بصراحه، وقيل 150 ولا لا لا
بصراحه نسيت البنات الاحذيه بصراحه، يعني نسيت السعر تاعهم، ما نقول لكم 150 ما نقول لكم 250 وقيل 200 على ما اظن والله اعلم. هذه تاع بنتي الصغيره وهذه تاع بنتي الكبيره، نعم. وليدي ثاني شريت له، وهاي تاع وليدي ثاني شريت له حاجه تجي طالعه هكذا تشد له رجله احسن واحسن. هام ليكم البنات، هذوما الاحذيه كما يقولوا. نحب هذا ستيل البنات تلبسوا يلبسوه مع كلش ان شاء الله يا ربي. وزيدوا بنات دوكا زيد شارك معكم هذا واشنو. ايه هذا شريته ليا كما يقولوا نلبسه في الدار برك. تخيلوا بنات هذا بقداه؟ هذا ب 80000. قولوا لي الاسعار بنات عندكم. هذا تخيلوا اعزكم الله ب 80000. نلبس انا نلبس 38 هكا تقريبا 38. هاو لكم البنات ماذا بيا مام نتوما البنات. خلاه لنا ب 80 قلت لكم بنات خلاه لنا ماما ب 80 قلنا ب 90 بصح خليه لكم ب 80. المهم ماذا بيا بنات تقولوا لي الاسعار. وهذا الوليدي شريته له على ما اظن ب 60000. استغفر الله ب 30000 هذا بنات سني ماما، هذا ب 30000. وهذو اللي استغربتهم العام اللي فات كانوا رخاص بصراحه ما كانوش بهذا السعر، السنه قال لي ب 60000 جاوني غاليين. تاع بناتي شريت لهم كيف كيف، يعني شريت لهم زوج. هام ليكم زوج كيف كيف، هادو في زوج بنات قال لي الواحد ب 60 يعني ياسر بصراحه. العام اللي فات كانوا مام ب 30000 على ما اظن. هادو في زوج قولوا لهم 65000. اي ب 65 ينقص لك زعما هذيك الخمسه. وهذو تركاوات تاع الصوف شريت لهم كيف كيف سني ماما، شريت لهم كيف كيف ب 100000. هام ليكم قولوا لي بنات الاسعار برك ولا راها كيف كيف والا لا لا، ماذا بيا تقولوا لي تفيدوني في هذه النقطه. اللي هنا ما شريتش من البلاصه اللي نسكن فيها، شريت اللي هنا من عين التوته مالفا نشري من عندها، لكن ما عرف الاسعار ما على باليش. هنا ما خرجتش وين نسكن يعني قال درت مقارنه الاسعار. نحب نبدل ساعه ساعه، نحب نبدل البلاصه ما نحبش نشري من بلاصه فريده. هاو ليكم هذا تاع بناتي يعني في زوج لبس لهم كيف كيف، نعم شكرا ماما. وهذه تاع وليدي ثاني جوكينغ هكذاك شغل تريكو مع السروال تاعها. هاي ليكم هذه قال لي ب 140 جاتني ياسر عاليه. 140 ولا 120 هذه تاع محمد وقيل ما عارف 120 وقيل 120 صح ما عارف. جاوني البنات شويه الاسعار شويه مرتفعه والله اعلم، ماذا بيا تفيدوني بهذه النقطه. 130 130 صح 130. اديه ماما لهي حطي دوك وجي طبقها. وشريت لهم بنات ثاني دوك نجيكم هكذا، شريت لهم حوايج هكا تقاشر ملابس داخليه وكل شيء. هذو ليبا هكا ليبا تاع الاولاد ذراري ذكور يعني. شريت لوليدي زوج هادو ب 25000 الوحده، 25. هذه تاع بنتي ثاني الكبيره شريت لها وحده بسين باش لقيت لها هادو شويه ما مش حاطينهم. وهذه تاع بنتي ثاني هذه تاع من تاع محمد تاع محمد زوج تاع محمد وواحده تاع لا محمد فين له ثلاثه شريت زوج هذاك تاع قشير وقيل ايه تاعي الليبة تاعي هي هذه الليبة تاعي البنات نشري نحب هذو النوعيه يجيو دوكا نفتحها قدامكم. ايه وهذو بنات شغل تقاشر يجيو طوال خلاص يعني شريتهم ليا بصراحه ما دريتش التيسي تاعهم هكا التيسي تاعهم جايك شغل صوف البنات. وزيدوا واش شريت ثاني دوكا شارك معكم هذه ما على باليش واش هي اصلا. فيزو شريتو ليا هاو ليكم وقيل قال لي ب 50 ها شريت هذا الفيزو ب 50000 هذا قطني ما شاء الله يعني. زيدو زيد هذه قندوره شريتها دوكا نشاركها لكم البنات كلش ما نبخلكمش. ماذا بيا برك البنات تفيدوني بالاسعار قولي لي اسكو الاسعار تاعي مثل الاسعار عندكم والا لا. هذا ثاني فيزو البنات هاوليكم مليحه هكا في الشتاء جاي قطيفك شغل ما باليش الصوره راها واضحه عندكم مليح والا لا. لا ها
هو البنات بصح يجي دافي ما شاء الله ما حنين والاخر. وشريت هذه الروبه عندي خارجه لازم كي راح اروح لدار زوجتي يعني لدار شيخي لازم واحد كي يروح يلبس حاجه انيقه يتهلا في روحه وكل شيء. المهم شريت هذه الروبه تاع القطيفه شوفوا البنات ب 150 عجبني الكولار تاعها اتيراني خشتو ماكي يعلقوا لك حاجه يعلقوا غير الحاجه الباهيه في الحانوت. هذه هي ب 150 البنات. ودرك البنات نقول لكم ما تروحوش الى اي مكان راح نعمل لكم جوله داخل المحل اللي شريت من عنده ان شاء الله هتنال اعجابكم مع الاسعار البنات. نقول لكم تهلاو لي في رواحكم تابعوا الفيديو للاخير ودتوا في رعايه الله وحفظه. ودرك بنات قبيل ودعتكم لكن الان رجعت لكم حبيت زعما ندير هكذا شغل موسيقى الى نشيد هكا ديني لكن قلت نشرح لكم احسن باش تعرفوا الاسعار. شوفوا بنات هذه الفيست هذه راها ب 300 قلنا تخيلوا البنات لهنا قلنا ب 300 ورحنا لجهه اخرى لقيناها ب 200 لهنا. واش حاب نحذركم حذاري من الاسعار ما تسرعوش لما تعودوا راح تشريوا الحاجه. تخيلوا بنات حاجه تلقاها ب 200 تروحي لبلاصه اخرى تلقاها ب 300 يعني التجار كل واحد كيفاه يعطيو له يجي خزروا في ذاك في ذاك الانسان ويعطيو السومه. هذه هي قالها لي زوجي وما كذبش قال لي احنا لما يروحوا الرجال يشريوا يخزروا فيهم قبل يخزروا في صباطهم ويعطيهم السعر هكذا كما نقولوا الاسعار عاد متفاوته مش ماهيش قد يعني ماهيش متقاربه نهائيا. الفرق تاع 100000 بكري يا بنات نلقاو فرق 100 عفوا نلقاو 10000 20000 كي طير 30000 نقولوا معليش دركا لا عاد الفرق 100000. المهم البنات هذو الجوكين قادو كامل ب 140 كاين تاع 140 كاين تاع 120 الفيزو هذو البنات لقاو تاع 60 تاع. المهم البنات هذو مالفانشيهم البناتي غير العام اللي فات الساعه خطره واحد عندها مده كانوا ب 30 العام اللي فات ب 40 والسنا عادوا ب 60 70 عادوا كيفهم كيف السروال تاع الجين والله هادو تقاشر يعني بصراحه شاريه البناتي وليدي من قبل ما زدتش عاود شريت لهم والله. وهذا تاع الاولاد منا شريت هذوك ب 30000 البنات. ولا انا لي فيست يعني اللي حب يشري لي فيست كاين لي فيست تاع الكوير سكاي كاين هذوك الكونفلي هذوك ما على باليش كيف تسميهم درك. المهم احنا بكري عندهم اسم بصح خايفه نقول لكم تضحكوا ولا خليها ما نقوله لكمش. المهم شوفوا البنات هذو هما لي موديل تاع لي فيست يعني كاينين دافيين. زوجي قال لي بصراحه قال لي ما نشريوش هذوك اللي يكونوا خشان بزاف هكا راح شتاو منا قلت له لا نشريو لهم شتاو خلاص. المهم فيها نهار جليد نهار بارد نهار مطر نهار نشريو لهم حاجه دافيه وخلاص لما يجي الخريف ولا الربيع ولا هذوك باينه حوايج تاع الربيع يكونوا شويه خفاف بصح حوايج تاع الشتاء مهما كان الشتاء بارد مش بارد المهم حاجه الشتاء الشتاء الفيست ما تنحاش. هذه هي البنات دوك ثاني نديكم بعد شوفوا هذوما الاسعار هذه تاع لاشين مثل ما راكم تشوفوا سراول لهنا البنات بتخيلوا البنات سروال ب 220 يعني تاع ولاد صغار بصراحه كارثه يا البنات كارثه. والاخر باش نقول لكم تاع الاولاد الصغار برك مازال فيهم شويه تاع رحمه ربي مثلا تاع 5 سنين وهبط شويه تلقاهم 120 تلقاهم هكذا. بني شريت له الفاست مثل ما شفتوا شريتها له ب 220 هذو كامل لهنا بنات ب 220 كامل يعني لهنا الاحذيه ثاني مثل ما راكم تشوفوا البنات لهنا الاحذيه السعر تاعهم 200 كاين تاع 150 حط ماما قلت لكم بنات كاينين تاع 200 150 المهم ما شريت لبناتي شريت لهم حاجه دافيه كما مثل ما شفتوا البنات هات ماما شريتها حاجه دافيه. هذو كامل مش تاع الشتاء البنات تاع خريف ربيع هذو اللي هنا تاع الشتاء. المهم ما كانش بصراحه ما كانش البنات هذيك تاع بكري تروحي تشري تقصي تقولي بقداه يقول لك 300 ولا 400